غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو ألو، صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور. سعادة المطران بسيريوس. نعم نعم أهلا وسهلا بك يا فندم، يعني شرف لي أن أتكلم مع حضرتك. حضرتك عالم من أعلام الكنيسة الروم الأرثوذكس في لبنان وفي العالم كله. اهلا بيك، هللويا. مع سعادتك يا فندم. اهلا فيك. اهلا بيك يا فندم. مع سعادتك الاستاذ وسام من امريكا، من نيويورك. حضرتك يا فندم، يعني كما تعلم الكتاب المقدس يقول: كونوا مستعدين دائما لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء. في حضرتك يا فندم برنامج متاسف علم اسمه علم النقد النصي. هذا العلم بيحاول يأتي بنص أقرب ما يكون إلى الأصل. علماء النقد النصي يقولون: ما هي الحاجة إلى علم النقد النصي؟ أولا، الأصول، أصول المخطوطات للكتاب المقدس غير موجودة. اثنين، النساخ غيروا للتصحيح. ثلاثة، ليس هناك مخطوطان مثل بعض. ففندم، لو كان الأصل غير موجود، اثنين، النساخ متعمدين التغيير للتصحيح، ثلاثة، ليس هناك مخطوطان مثل بعض، كيف نثق في صحة الكتاب المقدس؟ يعني حتى الترجمة للغة العربية أحيانا واحد بيترجم ما مثل بعض، بس ما بعتقد أنا دارس كتاب مقدس ما فيها شيء إنه ما في مخطوطين مثل بعضهم البعض. طيب لو حضرتك، ولكن قد يكون في نتيجة النسخ. لا، انا ممكن اجيب لحضرتك الدليل على الكلام يا فندم. انا اجيب لك الدليل على الكلام. انا اجيب لك مثلا بالقران لما بتكتب يا فندم، انا يا سعاده الدكتور، انا ما بتكلم عن القران، انا بسالك في الكتاب المقدس. حضرتك عارف، نعم انا بضرب لك مثل. لو حضرتك عاوز تناقش القران كلم شيخ الازهر. حضرتك، انا بقول لحضرتك مثلا، انا معني شوي يعني يا فندم، انا هديك الدليل على الكلام ده. حضرتك انت عم بتهاجمني. لا يا فندم، يا سعاده المطران، انا ما بهاجم يا فندم. يسوع بيقول ايه؟ اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. يسوع يقول: من يمكنني. طيب، الانجيل اللي بين ايدينا هو الانجيل اللي اعطاه ربنا يسوع المسيح. لا، طب دقيقه واحده حضرتك، انا ماني مسؤول، ماني انا الانجيل باخده من الاباء كمان، بقارن الايات بما ورد عند الاباء. سعاده المطران، ممكن تسمعني يا فندم لو تكرمت، الرب يباركك، بس دقيقه واحده، خلي عندك ساعه صدر. عندك مثلا، نعم، عندك على سبيل المثال دليل على الكلام، الترجمه اليسوعيه تحت عنوان نص العهد الجديد تقول: بلغنا نص الاصفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي انشئت في كثير من مختلف اللغات، وهي محفوظه الان في المكتبات في طوال العالم وعرضه، وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ او نسخ النسخ للكتب التي خطتها يد المؤلف نفسه. الاصل مش هذا الحكي ما له منقود، وهذا ما بيأثر على صحة الانجيل. الاناجيل كتبت بيد الرسل يا فندم، يا سعادة المطران، يا سعادة المطران، يا سعادة المطران، عند أناجيل، يا سعادة المطران، النبي الفم بيقول لازم كل بيت يكون فيه إنجيل، يا سعادة المطران. هل خليني أسأل حضرتك سؤال محدد: هل الأصول موجودة؟ يعني النسخة اللي كاتبها على سبيل المثال متى، لوقا، مرقس موجودة؟ النسخة الأصلية اللي كاتبها بإيده موجودة؟ انا ما دارس بها. لا، مش موجوده يا فندم، ماني استاذ النسخ. بس النسخ اذا الاصل موجود ولا ما انه موجود، بس الانجيل هو ذاته اللي كتبه مرقس ويوحنا. يا سعاده الفاضل المحترم، انا راجل امريكي من اصول مصري، عندما ذهبت، لا انت اسمعني بس يا فندم، اسمعني، انت عم تحكي تهاجم او لحتى يا فندم، مش اهاجم يا فندم، او عندك بعد المعلومات بدك تفرج لناس انك هذول المسيحيين ما عندهم انجيل صحيح. انجيلنا صحيح، يا سعاده المطران، الرسل، يا سعاده المطران، اللي كانوا مع يسوع المسيح، ممتاز، ويا من السبعين، طيب، يا من الرسل 12. طيب انت عندك حضرتك عندك 27 سفر يا فندم، اعطيني دليل من 27 سفر اللي الانجيل موحى به من الله. فين عندك 27 سفر العهد الجديد؟ اعطيني نص واحد
يقول إن هذا الكتاب موحى به من الله. تفضل. كتب رجالات الله القديسين المقادين بالروح القدس الكتاب كله موحى من الله. طيب ممتاز جدا. أولا النص اللي أنت قلت الأول بتاع بطرس ما بيتكلم على العهد الجديد، بيتكلم عن العهد القديم، لان الكلام ده حضرتك يا عيني يا فندم، يا عيني اذا انا تلاقيك انت بتعرف شو عم تعمل يا فندم. اسمع يا فندم، انت مش عاوز تسمع بزمالاتك عن القلب وبدك تعمل عمليه قلب يا فندم بطول. انت خلينا ارد عليك لو تكرمت يا فندم، خلينا ارد ترد علي. يلا معك يا فندم، انت مش عاوز تسمع يا سعاده المطران، يا سعاده المطران بالاكراه. هو الكتاب المقدس كلام الله بالإكراه، بالإكراه. كان معانا اللواء مباشرة الآن نيافة المطران باسيليوس منصور أسقف عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس. كان معانا على الهواء مباشرة الآن نيافة المطران باسيليوس منصور أسقف عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس بلبنان. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر كبير كل قدر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.